هنبدا بقى بالمسخن الرول ان شاء الله. نقول كده اي جنب، نقول المقادير بتاعته، نقول المقادير، مقادير بتاعته عندي هنا. الطاسه ما جابش الطاسه، انسى الطاسه هو حالا. الطاسه هتبقى موجوده معانا حالا اهي. ممكن ناخد الطاسه دي؟ اوكي، ما تقولي لنا المقادير كده لغايه لما تمام ان شاء الطاسة. الله عشان نعمل مسخن رول هنحتاج صدور فراخ مقرقانيه صغيره مقطعه صغير كتير، نحتار بصل برضو صغير، كميه بصل كبيره، المسخن بيحب البصل بياخد كميه بصل كبيره قوي. تمام. وهنحتاج عيش السوري اللي هو عيش الصاج الاساسي. اوكي، ده لازم اساسي في الرول. ايوه. وملح فلفل اسمر طبعا، والسماء، السماء اساسي، وزيت زيتون. يعني عندنا زيت الزيتون اساسي والسماء دول اساسي في وصفه المسخن. جميل. هنعمل كام رغيف تقريبا؟ يعني كل رغيف بيعمل اربعه، نعمل أربعة. خمسة. نعمل خمسة. كل رغيف بيعمل خمس حبة صوابع. اوكي، اربع صوابع. طب هجيب لك طاسه اكبر. ماشي، دي احلى. عايزاها نار عاليه ولا عاليه؟ عاليه. حاضر، هديها لك على العاليه اهو. تمام. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا ان شاء الله نحط الزيت الزيتون، بس مش لازم الزيت يغلي معانا يحمى، فعشان كده بنحط الزيت الاول عشان ما يحماش. لو غلي الزيتون مش كويس بيتاكسد. زيت الزيتون دايما المفروض ان هو ما يغليش على البارد. على البارد، حط الحاجه عليها البارد بعدين حطيها على النار، مش مشكله. الزيوت بقى بالنسبه لكم زيت الزيتون هو البطل الاساسي عندنا؟ اساسي. ايوه، اول تطبخوا بيه كل حاجه، اغلب اكلاتنا. مش كل حاجه، اغلب الاكلات بنحط في زيت الزيتون. هنحط زيت الزيتون كده على النار زي ما قلنا، وننزل بالبصل كده. ايه رايك في العبايه بتاعتي الفلسطيني؟ لا ما شاء الله. ايه رايك؟ ده انت منوره الدنيا. والعلم الفلسطيني اهو. ده انت منورانا والله، منوره الدنيا. ده انتوا اللي منورين. ربنا يخليك، نوروا اي مكان تبقوا فيه. ربنا يبارك لك يا رب. ده احنا شرف لينا والله العظيم. يعني شرف كله لينا. حاجه فلسطينيه، الله يخليك. نعلي النار شويه عليه. انا معليها على الاخر. دي اعلى حاجه 10. دي كده اعلى حاجه. تمام. تمام، هنشوح البصل شويه اول ما يدبل كده. حامي. اوكي. بس يدبل دي كده معانا، مش عايزينه يتكرمل. طيب، ده ما بيتكرملش، يدبل معانا شويه كده وياخد السوا بتاعه، وبعدين ننزل عليه بالتوابل. اوكي، احنا معانا صدور الفراخ ومقطعينها مكعبات صغيرة، علشان دي هتبقى هنلفها كلها في الرول. في طريقه ثانيه بيعملوها، بيسلقوا الفراخ، الصدر الفراخ بيسلقوه وبياخدوا الصدر بينسلوه كده، بيفتفتوه، بيعملوا فيه مسخن. انا بفضل الطريقه دي، اجمل، احسن، احلى واجمل، بتشدش معاكي. انت عايزه بقى طعم البصل المسلوق؟ مش هيبقى فيه طعم البصل. ايوه، ده تحسيه كده زي المتفل، ملوش طعم، زي ملوش طعم مفتل. خالص. أيوة. مفتل، متفل، لا ما اعرفش. مفتل، احنا بنقول عليه متفل، زي التفل كده. مين اللي مشهور بعمايل المسخن؟ يعني انهي مكان في فلسطين بيعمل مسخن اكتر؟ شوفي، احنا الاردن مشهور بيه، يعني مشهور بيه احنا فلسطينيه كل عامه. عامه الفلسطينيين كلهم بيشتغلوا فيه. والاردن، احنا والاردن نفس المسخن. اوكي، يعني نفس الطريقه تقريبا. بس هو طبعا عملوا افتكاسات، يعني من جديد طلع عيش جديد اسمه فتت المسخن. دي حاجه دي افتكاسه جديده لسه. اوكي. جديده جدا. دي بتتعمل ازاي؟ العيش الصاج نفسه، هذا نفسه بنحطه بيفتوه، بنحط عليه الشوربه بتاعت الفراخ. اوكي. تمام. لكن مش مقرمش، مش زي، لا لا لا، مش مقرمش، مش لا لا. زي السوري ولا اللبناني. لا لا، مش مقرمش، بيقرمشوا دايما العيش في الفته. لا ولا حاجه، بنعمل بصل زي كده بيسووه عادي مع السماء وكل شيء، بنحط العيش وعليه شوربه، بنسقيه شويه بشويه الشوربه، بتنزلي عليه بالبصل. البصل اللي عملناه ده مع السماء اللي هنكمله دلوقتي الطريقه. بتحطي على وش الفراخ. عايز تحطي طبقه رز فوق بتحطيه، ده عشان فته يعني، تدي طعم فته. اما نفس الطريقه بس تحطيه فته على بعضه. اوكي. فالافتكاسات دي طبعا بتطلع من الناس حسب عايزين يجودوا. ده الفته دي ما فيهاش زبادي. لا لا لا، الفته ما فيهاش زبادي. لا، الزبادي هنعمله في الصلصه، في الصوص بتاعه. الصوص بتاعه هيبقى بالزبادي. طب هنحط ملح على البصل، شويه ملح. اوكي. فلفل اسود، مش هتكتر عشان ما غيرش طعمها. تمام. دي توابل فراخ. اوكي، نحط منها معلقتين او معلقه صغيره، مش هنكتر، عشان احنا زي ما قلنا الاساسي في المسخن هو السماء. المسخن لازم دايما فراخ ولا ممكن باللحمه؟ اخر حاجه. لا، فراخ. فراخ مسخن. فراخ معروف، مسخن فراخ. انت ليه سبتي شيف امل السماء؟ السماء لو حطيناه وغلي كتير هيمرر. اوكي، فبنحطه اخر مرحله. تمام. زي الليمون. بس زي الليمون بالظبط، لانه حادق. كل ما غيري كل ما كان حادق اكتر. بالظبط. ولو لاحظتي يعني لو عملتي مسخن وبيتيه عندك في البيت، ثاني يوم هتلاقي طعمه احلى من الاول باليوم اللي قبله. اوكي. المسخن بيحب بصل كتير وزيت زيتون كتير. طيب، فهنحط كميه كبيره.
يعني بصي على البصلتين بنحط احنا كوبايه زيت زيتون. كوبايه ده كتير قوي. ما عشان تاخدي الطعم يعني. انت لو تشوفي المسخن الاساسي الاصلي في العزومه غرقان تاكلي وايديكي تنزل منها الزيت. ده دي الاكله الفلسطينيه الاساسيه اصلا. لازم يدبل شويه معانا. اوكي. طيب ايه انواع الخبز اللي في فلسطين؟ يعني الخبز ايه اللي بتفضلوه؟ احنا عندنا الخبز الابيض الشامي. الخبز الابيض. وفي عندنا خبز الصاج اللي هو بنسميه خبز الصاج. اوكي. هذا الاساسي اللي عندنا في البلد. في طلع برضو عملنا جديد الخبز الطابون اللي هو الخبز العراقي بيسموه. في بيسموه خبز التنور. اوكي. التنور ده أو ده طريقته مختلفه عن الطريقه بتختلف خالص. ايه بقى؟ بتعمل ازاي الطابونه بالذات؟ الطابون بنعمل شويه لبن، نحط عليه لبن، نحط عليه شويه زيت، نحط عليه ملح. يعني الاساسي فيه واللي بيغير طعمه الحليب اللي فيه، حليب بودره. اوكي. حليب بودره وزيت. مش حليب فريش. لا لا مش حليب فريش، حليب بودره. اوكي. حليب بودره وشويه يعني زيت. يعني بيتعجن مع المكونات الجافه. كله بيتعجن مع بعضه، بنحط عليه شويه ميه، وبعد بيكون طري، ممنوع عليه خميره خالص، ما بتحطش عليه اي نوع من الخمائر. اوكي. ولا اي نوع. طيب. بنعجنها بقى وبتسيبيها شويه ترتاح مع نفسها وبتحمر. لغايه لما البصله تحمر شويه نلبس الجلافز. تدبل. نلبس الجلافز كده قبل ما نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. والمسخن عندنا النهارده مسخن رول، وزي ما الشيف امل قالت ممكن نعمل المسخن ده سواء رول على السفرة أو ممكن نعمله فتة المسخن اللي هي لسه شرحها لنا دلوقتي. طبعا أكيد في عادات وتقاليد رمضانية للفلسطينيين، صحيح؟ يعني طبعا بيفتقدوها حاليا، لكن عموما كده للتاريخ وللأجيال الجديدة. أيوة. إيه أخبار العادات والتقاليد الرمضانية؟ يعني قولي لي كده يوم رمضاني. يعني بنبدا يومنا طبعا بيأدي المغرب زي كل الناس طبعا، بنتلم كل رب الاسره بيكون موجود، اللمه دي اساسيه. بقمر الدين بيشرب عصير قمر الدين، بيحطوا بيستفتحوا فيه. عندنا طبعا حاجات اللي هي بتكون اساسيه في سفره رمضان، الحمص، فتت الحمص المسخن، ده كله اساسي بيكون عندنا. واللي زي ما قلنا اللمه اهم حاجه طبعا، يعني رمضان يجمعنا زي ما بيقولوا. ايوه اكيد. رمضان يجمعنا دي كلمه اساسيه في كل الدول. اكيد. المشروبات الكركديه. كركديه عندنا، قمر الدين عندنا، اللي كان الخروب الاساسي. التمر الهندي اخباره ايه؟ التمر الهندي اتعلمناه يعني عرفناه جديد صراحه. أوكي. مصر بتعرفه. بس عندنا الاساسي كان الخروب، والخروب عصير الليمون ده على طول عندنا. وعندنا كمان العصاير الثانيه اللي فريش، مثلا مانجا، برتقال، حاجات زي كده. هننزل عليه شغاله وحاميه، ممكن ندخلها لجوه كده شويه عشان النار. دبله البصل معانا شويه، هننزل بالصدر اللي قطعناه، لازم يكون مقطع صغير قوي عشان لما نلفه ما ياخدش معانا حجم كبير. اوكي. النار انا عايزه اعليها اكتر. لازم تعلى. اهو هي عاليه على الاخر. عاليه كده؟ بصي كده عاليه على الاخر، بنعليها زياده كده. اهو. تمام. تحبي ينقلها على عين تانية؟ لو في اعلى منها حط اعلى عشان ننكس. حاضر. هاري كانت عندي حلمة او دي لقدام. اوكي كده ولعنا الدنيا، فتحت لي كل العيون. خلاص كده احسن. تسلمي لي. اوكي. الست الفلسطينيه بقى يعني تعتبر من الستات الشاطره في الطبيخ. الله يخليكي. عن الراجل. عن الراجل. يعني متفوقه عن الراجل في الطبخ. ما بيطلبش منها حاجات غريبه تعمل، يعني دايما الفلسطينيين بحس ان هم بيتمسكوا بالعادات وبالتقاليد، ما يطلبش منك مثلا اكله سعودي، اكله مغربي، اكله مصري. لا هو بصي احنا متمسكين في عاداتنا اوكي، بس بنحب التجديد. بنحب التغيير وبنحب نجرب. بنحب نجرب في الطبخ وفي الدواء، بنحب ندوق. أوكي. يعني ممكن المصريين اللي بيحبوش يدوق اي حاجه بيخافوا يجربوا. صح. احنا لا بنجرب عشان نقدر نقيم. بقينا بنجرب حاجات كتير ممكن. مش الكل، بس احسن لازم نجرب عشان نقدر نقيم. صح. ولو عجبنا ممكن نشتغل طبعا، وممكن نفتكس عليه حاجات جديده، فاهمه؟ صحيح. فاحنا لازم كله نعرفه. اوكي. اما التراث طبعا احنا متمسكين فيه لازم، يعني اول ما تعرف اكل فلسطيني معروف، مسخن، مقلوبه، مفتول، رز قدره. دي سخنت قوي دلوقتي. اسخن من دي؟ حاسه دي اسخن بجد. سوري شويه، مش هتاخد وقت ان شاء الله معانا لغايه بس ما تستوي دي. هنقطع معانا العيش. يلا.
اخبار الطعميه ايه والفلافل؟ الفلافل يعني الفلافل قولي لي بقى الفرق ما بينها وما بين الطعميه المصري. الفرق انه الحمص، الطعميه بالحمص بالفول المدشوش، الفلافل بالحمص. بننقع الحمص عادي بس يتنقع طبعا 24 ساعه الا حاجه عشان خاطر يستوي كويس. بنفرمه على المطحنه بتاعه الحمص دي او الفول بس، وبننزل عليه بالشبت، مش شبت لا، بصل اخضر وبقدونس ما نكترش، وبصل ابيض عادي وشويه توابل بس، بنفرمهم مع بعض ونسيبهم. بنحط عليهم توابل، كزبره، ملح، كمون. احنا عندنا برضو في توابل فلسطينيه، عشان بوريك عندنا تركيبات لكل اكله. احنا تركيبه اسمها توابل الفلافل وعليها سمسم بيكون محمص. ده التوابل دي رهيبه، كتير بتحب اساسيه اساسيه. بس ده العيش ده ارفع شويه من الصاج كمان، ده صاج بس رفيع قوي. هل ده مش ده الصاج العادي؟ لا لا، هو الصاج ده مظبوط، ده هو الصاج التاني اللي قصدك عليه يمكن الطابون. الطابون اتخن شويه، الطابون اتخن شويه، اتخن شويه. يبقى اكيد اللي انا قصدي عليه الطابون. الطابون لا، ده الصاج هو ده المظبوط. طبعا اهو البوتاجاز اشتغل جامد، تمام، والنار اهي. يعني في ناس بتستصعب الطريقه دي، بتقول لك ازاي بيطلع رول، ازاي بنعمل مسخن. فلا هو سهل جدا، مفيش اي مشكله فيه. هنفرد الحبه كده مدوره، بعد كده نقطعها اربع. ممكن عادي لو حد عايز يغرم لمناسبه عيد ميلاد او مناسبه عندكم تعملها اكتر من اربعه، نعملها سته مثلا او ثمانيه. هتقضي لو عايزينها ميني رول، ميني رول نعملها اصغر شويه، بنصغر الشكل السداسي. تبقى مقبلات يعني، عارفه اللي هو اما اساسيه هتكون كده حجمها حلو. ايوه هنعملها احنا دلوقتي اربعه. اربعه، شايفه ازاي بيكون حجم الحبه؟ بيكون شكلها حلو وحجمها حلو في الاكل قوي. بس لو عايزه عيد ميلاد، مقبلات، اي حاجه بتعملها اصغر. هي قربت تستوي خلاص؟ وريحتها طلعت. بتحطي الصباع عشان ريحه كويس كمان. هو انتوا عندكم كذا نوع زعتر؟ في زعتر بعل؟ زعتر بري قصدك؟ بري تشي بعل. وزعتر بري وزعتر ايه؟ كذا نوع زعتر. في زعتر اخضر، في زعتر اخضر، وفي زعتر ناشف ما عملوش حاجه بالمره، وفي زعتر بزيت الزيتون، وفي زعتر الدقه. اوكي. تلات لهم الحاجات. بتطبخوا بيه برضو ولا يعني بيدخل مثلا في ايه؟ اللي بنطبخ فيه اللي هو الزعتر الناشف. اللي يعني بيدخل بالاكلات. بالتوابل، البيتزا، الحاجات زي كده بيطبخ فيه، اما التاني لا، بنعمل فيه مناقيش وبتاكل مع الزيت، يعني بنحط طبق كده فيه زيت وطبق زعتر وتغمسي فيه، ده جميل جدا. وزيت. أيوة. بس طبعًا. هو هذا. احكي لي بقى كده شيف امل، بتعملوا اللحوم ازاي؟ يعني اكتر من شيف صادفناه في مطبخ ست الستات كلمونا عن الخروف ودفن المندي واستضفنا طبعا المطبخ اليمني كمان اللي هو مشهور قوي قوي بالمندي. كلميني عن طبخ الخراف او اللحوم عموما، بتطبخوها ازاي؟ اللحوم عندنا برضو بتطبخ اكتر حاجه مع الرز اللي هي زي القطعه، زي ما بنعمل مثلا الفته. الفته عندكم بالنسبه للحم بنحطوها على الرز. اوكي. دي بتعمل عندنا في مناسبات كمان، مثل الافراح، وتكون حلوه جميله كتير، وبنعمل منها كمان الشوي. اوكي. اللي بتسموه انتوا هي الكباب، قطع اللحمه مشويه بنسموها كباب. احنا عاكسين مع بعض، الكباب كفته وكفته كباب. ايوه هي دي اللي عندنا. احنا مش عارفه يعني، احنا بنسمي الكفته اللي هي اللحمه المفرومه دي كفته. كفته احنا بنسميها كفته في الطبيخ. في الطبيخ. لكن هي انتوا بتقولوا عليها كباب. كباب. كباب سيخ. كباب سيخ. كباب سيخ، ايوه هي دي. انت عندك كباب حله انتوا. ايوه كباب حله. كباب حله. لا احنا كباب الحله قطعه. ما هي بتقولوا سميها، مسمينها كباب حله انتوا عشان الثانيه اسمها كباب عادي صح؟ لا كباب حله ده بيبقى لحمه برضو. لحمة؟ مكعبات. مربعات كده مكعبات، ده بيبقى مكعبات كباب حله. تمام. احنا هنا سوينا الصدر خلاص، استوى كله. هننزل السماء طبعا زي ما قلنا، السماء البهار الاساسي فيه، هنحط كميه كبيره كده. احنا داخلين على رابع معلقه سماق صغير. اتنين معلقتين كبار او اربعه صغار. كبار او تمام. وانا كمان بحبه بزياده على فكره، بحط اكتر. لان هو اساسي، انا بقول لك هو اساسي فيه. دلوقتي هتشم ريحته كده. هنحط بس سنه صغيره كمون. بصي سنه صغيره. تمام؟ اوكي. شم السماق بدا، ابتدى يطلع ريحته. مش معقول.
طيب بس خلاص وبعدين كمليلي وانت بتخلصي كده يا شيف امل. اللحوم الباقي بتعملوها ازاي؟ اللحوم استيكات بتعمل استيكات، بنعمله ساعات رول، بنحشي رول بالخضار او بنحشي بالخضار اللي هي مستويه بتستوي الخضار زي السوتيه كده وبتحشيها، او بنعملها خضار صوابع اوكي وبنشويه بنحط في الفرن زي استيكات كده، استيكات بالخضار. ريحتها الفراخ بقت زي الشاورما شويه. مش بقول لك السماء غير طعمها؟ ما هي بهار شاورما فيه سماء عشان كده. بهار شاورما فيه سماء. اوكي ده كده خلاص جهزت. طيب. بس تسيبها تبرد عشان نحشي فيها. هنسيبها تبرد علشان نحشي فيها. قولي لي كده حشوها بتحطي حاجه معاها ولا؟ ولا اي حاجه بنحطها كده على الحبايب اللي في دلوقتي هنشوف مع بعض ان شاء الله. نحطها في حاجه تبرد شويه او ممكن نحط هنا احنا نقص تحت عشان تبرد. انت اخر حاجه بقى بنعمل الرول ده وخلاص، لكن بنحمره. بتحمريه كمان؟ لازم يتحمر. طب ما احنا لازم نلحق. طيب هو ولع الفرن هو. اوكي عايزين دلوقتي معلقه نحشي فيها. حاضر. هي سهله جدا ما بتاخدش وقت خالص ولا صعبه كمان. اتفضلي. بلاش نخليها على النار؟ لا خلاص كده استوت هي جاهزه. تمام بصي هناخد معلقه كده ونحطها هنا رول. تمام. حطي حبه حلوين يعني عشان تاكلوها. هنقفلها من الجنبين، هنقفلها يمين وشمال. تمام. اوكي وهنلفها زي الشاورما كده، نضغط عليها شويه كده وبنلفها. ده لسه هيتحمر كمان صح؟ هيتحمر في الفرن. ده زيت زيتون بنحمره. هيتحمر في الفرن. تمام هنرص كده ورا بعض كله. تمام. اوكي دي بقى بتعمل جنبها ايه يعني؟ تاكلوا جنبها ايه؟ انتوا من اهل الخضار التسبيك زينا يعني، احنا لازم اي حاجه لازم يبقى معاها مثلا ايه؟ لا 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 كوسه، فاصوليا، بسله، الحاجات دي. دي بنعمل جنبها فتت حمص. ممكن نعمل جنبها ملوخيه. بس لانه دي حاجات نواشف، فمش عايز طبايخ حمراء، مش عايزه في حاجات صوص. لكن ممكن الفطار يبقى المسخن ده بس وجنبه سلطه؟ لا مسخن وسلطه وفتت حمص، نعمل جنبها فيه فراخ محشيه بصل وسماء برده، وتكون محشيه حشو زيه. تمام. والسلطات لانه دي برده يعني وجبه متكامله. صح. مشبعه، فيها عيش وفيها لحمه وفيها بصل. ففي وجبه متكامله، مش عايزه اكتر من هيك اكل. بس ممكن جنبها عشان بيحب يعني، مثلا انا جوزي بيحب الملوخيه جنب الاكل على طول. حتى لو انتوا بقى ملوخيه. طبعا زينا نفس الطريقه. طب هنكمل لف المسخن ان شاء الله، لكن هنخرج فاصل، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم من جديد نقدم المسخن او هندخله الفرن وبعدين نقدمه، وهنكمل لسه السلطه والحلو مستمرين مع حضراتكم في مطبخ ست الستات. خليكم معانا احنا في المطبخ الفلسطيني.